رجعنا لكم مره ثانيه فوق هنا، وطبعا بما اننا بنتكلم عن الخريف لازم نتكلم عن موضه خريف 2023. كمان منورني النهارده الفاشن ديزاينر اسراء، صباح الخير. اللي بشوفها تميزت جدا في البراند بتاعتها، عامله براند لتصميم البدل للبنات. فاسراء طبعا برحب بيكي في الاول. ازيك عامله ايه؟ وعرفينا بقى بنفسك، انت درستي ايه؟ انا ماسكوم بس يعني متخرجه بقالي 2010. وقررت امتى ان انت تعملي البراند بتاعتك؟ لما خدت الدبلومه يعني. انا من تقريبا قبل الكورونا ابتديت اعمل دبلومه في مكان مشهور جدا ومعروف هنا في مصر. اخدت دبلومه بعد سنتين، وبعدها قررت على طول اعمل براند بتاعتي. وحبك للفاشن بقى ابتدى امتى؟ لا من زمان قوي، انا بحب اللبس ان جنرال يعني عموما، بس بعيدا عن الديزاين يعني. مش فكره ان انا اعمل حاجه بايدي، لا يعني بحب اللبس زي اي بنت يعني بتحط كل فلوسها ودماغها في اللبس. لكن غير كده انا بقى جت لي الفكره طبعا اول ما خدت الدبلومه بتاعتي، ابتديت افكر ان عايز اعمل حاجه طبعا ايه وحاجه مختلفه. بالظبط كده. يعني انت بتعملي، يعني بنشوف البراندز عامه بتعمل جزء من الكولكشن بتاعها بدله للبنات، لكن انت متخصصه في لبس تصميم البدل. بالظبط. قولي لنا اشمعنى الفكره دي جت منين؟ انا بحب الاوفر سايز، اللبس عموما اوفر سايز يعني بحب البس درجه او درجتين ازيد من المقاس بتاعي. اوكي. فجت لي فكره ان انا عايزه اعمل لبس يكون، انا بحب الكاجوال وير كالعاده. بس هو السوتس، انا عملت فكره السوتس، السوتس بتنفع كلاسيك وكاجوال يعني تقدري تعملي لها ستايل ديفرنت ويز. كتير قوي يعني كانت اختفت دلوقتي، موضه بقى لها فتره وبقى لها حبه. بالظبط كده. وهي بقى لها كذا سنه فعلا ترند. وكمان السوتس عموما هي موجوده يعني من زمان جدا يعني. حاجه قديمه جدا. بس طبعا مفيش حد بيلبسها كاجوال على سنيكرز او سليبر، الناس بتلبسها على حاجات كلاسيك. انا بقى عملتها انها تتلبس على الاثنين يعني. ينفع تلبسيها كده وكده، ممكن تقلعي زي ما انت لابساها النهارده. انا قلع بليزر يعني. السوت اللي انت شايفاها دي ليها بليزر. انا اوريدي الجو طبعا النهارده مش مساعد قوي ان انا البس بليزر، قلعت البليزر ولبستها زي ما انت شايفاها كده. بما اننا بنتكلم في حلقتنا النهارده عن الخريف، انا شايفه الالوان، هل دي الالوان بقى اللي طالعه موضه في الخريف السنه دي؟ اللي هي البيجيت، البنيات، الزيتي، وفي الوان بيزكس بقى انا بعملها بس انا مش جايباها معايا. البلاك مثلا، بيزك بلاك، بلاك طبعا ده معقول، وايت، ابيض، بيج، وايت، اوف وايت. في الوان دي بقى شتا وصيف معاكي طبعا. الصيف برايت كولرز اكتر يعني تبقى الالوان ايه فاتحه، بس انا عموما ايرث كولرز بحبها اكتر، حتى بلجأ لها في الصيف. انا بلبس الايرث كولرز يعني. انا شايفه لما شفت البراند بتاعتك شايفه ان انت اصلا فعلا باين ان انت متميزه، بتحبي يعني الالوان كلها شبه بعض. طب خلينا نبتدي نشوف جايبه لنا ايه النهارده. اللي عندك مثلا السود دي زي اللي انا لابساها. وريها لنا. بس هي كولر مختلف يعني بيج فاتح وانا بيج فاتح. الفكره بقى برضو فيها فيست وفيها بانس. البانس نفس القصه اللي انا لابساها دي. بيبقى واسع شويه. تمام. بس طبعا انا لو حد ممكن يجي يعمل كاستمايز سوت. انا كنت عايزه اسالك، انت سايز ايه اللي انت لابساه؟ هل انت لابسه سايز اكبر من السايز بتاعك، ولا انت عاملاه اصلا اوفر سايز؟ لا هو اوفر سايز، هو كده كده هيبقى ازيد درجه من اللي بتلبسيه. وممكن كمان درجتين. بس انا طبعا الويست بتاع البانس او الطول بتاعي انا اقدر ادجستد زي يعني انا اقدر اتحكم فيه براحتي. طبعا اكيد مش كل الناس الويست بتاعها زي بعض، والهيبس كمان اللي هي المنطقه دي كلها دي برضو انا بقدر ايه اضيق اوسع على حسب الكاستمر. يعني انا مثلا لو بلبس سمول او ميديوم، هي عندك البس نفس المقاس ولا هتلبسي هكبر؟ لا هتلبسي ميديوم. اوكي. هي برضو في حاجه في السوتس بتاعتي، هي حاجتها هي معظمها وان سايز. بس وان سايز مثلا ايه سمول وميديوم بيلبسوا نفس السوت. الديفرنس ما بينهم الويست واللينس. طبعا في حد طويل، حد شورت، حسب بقى. ممكن تكستمايز الطول البنطلون او جدا مفيش. وكمان ممكن حد يلبسها على نفس الشكل اللي انا لابساه ده، وممكن يقول لي لا انا والله عايز الفيست الشولدر بتاعه مش عاجبني، محتاجه اضيقه شويه. عادي، كل ده ادجستبل يعني اقدر اعمله، مفيش اي مشكله. انت بقى لك كام سنه عامله البراند بتاعك؟ البراند بتاعي داخله في سنتين. بقى لها سنتين، مش مده طويله يعني. مده قصيره. طب ورينا كمان معانا ايه؟ يعني ممكن اوريكي مثلا اللي هي هوفن هوف دي. شفتها دي عجبتني قوي. دي نصين. بيجي منها برضو البنطلون ده بدل ما يبقى جراي بيبقى بلاك. تمام. يعني عندي منها واحده تانية ببلاك. بس لو حد حب ان انت تعمليه كله لون واحد بتعمليها عادي ده؟ عادي جدا. دي مثلا دي كروبت. دي بتتلبس برضو كده. ممكن انا بحب الكروبت جدا. ما هو بيبقى تيست الموضوع. تيست في الستايل طبعا. بتلبسيها كروبت كده، ممكن تلبسي تستايل الفيست تحتيه يبقى اطول. انا عامله الفيست، انا اللي عامله كده يعني، عايزه الفيست يبقى اطول من الكروبت، بتدي منظر عام كده شكله
غريب وحلو ويونيك. وممكن اصلا تقلعي خالص الفيست وتلبسي الكروبت بليزر على البانس من غير اي حاجه. وباي ذا واي برضو انا عملت اصلا كذا سوت بس بتبقى كاستمايز، ده حقيقي يعني كذا حد طلبها ما عملتهاش انا اوريدي حاجات ايميديت، بيبقى سكيرت ساك سكيرت وعليها بليزر واسع. طب ما جربتيش تحطيها في الكولكشن بتاعك؟ يعني هعملها اوريدي بس انا عملتها كذا كذا حد، يعني كذا حد طالب مني مثلا ساك سكيرت او سكيرت قصيره على البليزر. ما فيش اي مشكله. بس انت اوريدي بقى خلاص نزلتي كولكشن الخريف ولا لسه عندنا لوكس تانية؟ لا هي دي الخريف دي يعني اوتوم وينتر. على فكره دي تنفع وينتر عادي جدا تتلبس، بس تلبسي بقى تحتيها طبعا حاجات تكون هاي كول مثلا او حاجه كده هاي كول شيميز يعني. مش كل الناس بقى حسب طبعا بيلبسوا عليها كوت مثلا كمان على بيبقى شكلها حلو جدا. عايزه اشوف البرنس بقى. البرنس عندك مثلا عندك مثلا دي سترايبد يعني انا عملت من دي برضو يعني دي مثلا بلاك اند وايت، انا عملت منها كحلي في ابيض نفس فكره التقليم برضو. بصي تبقى بالفيست اهي كده، وبرضو نفس الكلام البانس. البانس عندي مختلفه شويه، في بانس بتبقى ضيقه شويه وفي بانس بتبقى واسعه يعني حسب السوت او حسب الشكل اللي انا عاملاه بالظبط كده. وفي برضو بقى يعني من الحاجات اللي انا بحبها قوي يعني القريبه لقلبي قوي اللي هي الكاروهات، انا بحب الكاروهات عموما. فدي مثلا اوليف كارو اوليف يعني دي مثلا يعني الفابريك هنا مختلف عن الباقيه. انا هعملها كده شويه عشان تمام تبينها. الفابريك هنا مختلف، هتلاقي الفابريك هنا ده ينفع وينتر كمان اكتر كمان، وبرده ينفع دلوقتي مفيش اي مشكله. هو ده كتان ولا ده ايه؟ لا دوت ده صوف شويه. ده صوف شويه. بس انا بعمل كشمير صوف كتان جبردين حاجات تانية اسمها جولدن سلكة، بتبقى تيرمز للأسامي القماش. هل الكتان ممكن تتلبس في الشتاء؟ ممكن بس لو دخل معاه فابريك تاني. بصي انا هقولك كابس بليزر مثلا او الفيست ممكن بس كسوت لان هو الكتان نفسه لو دخل معاه القماشه نفسها جواها قماشه تانية بتبقى قماش داخل في بعضه كده بيبقى اتقل شويه، لكن كتان لوحده بيبقى خفيف طبعا. طب بصراحة هل بتشوفي انه لازم الواحد يدرس علشان يعمل البراند بتاعته؟ لا خالص. في ناس كتير. اشمعنى قررتي انك تدرسي؟ انا كنت عايزه اعرف اكتر يعني. كنت عايزه اعرف اكتر يعني مثلا الديزاين، عملت برضو ان انا فكره ان انا اعمل ديزاين وارسم وكلر الحاجه وانا اصل بصي ممكن يبقى في حاجه في دماغك بس مش عارفه تترجميها قدام اللي هيتعمل يعني انا كانت الدبلومه بتاعتي كانت باترن وديزاين. في ناس مثلا بيدخلوا بيعملوا دبلومه باترن بس، في ناس بتدخل تعمل باترن وتكره حياتها الباترون ده ما بتعملوش تاني يعني بيكرهوا اصلا الفاشن ديزاين صعب جدا. على فكره انا يعني حاجه حلوه انك تبقي عارفاه عندك النولج بتاعته عشان يعني في الشغل اوريدي ما تبقي صعب بالظبط. لكن بيبقى في ناس دي بتبقى هي شغلتهم يعني ان هم يعملوا باترون ويقعدوا على المكنه والكلام ده، انا بعرف اعمل الحاجات دي بس الفكره ان انا يعني بحب الديزاين اكتر. حبيتي تكوني فاهمه فدرستي بالظبط كده. طيب قدرتي ازاي ان انت تسوقي للبراند بتاعتك؟ يعني انا مثلا هقول لك اول حاجه ابتديت ازاي يعني مثلا يعني اتعرفت شويه ما بين اللي حواليا ازاي. هو كانت ستايلست يعني ستايلست مثلا لايك حاجه انا بعملها سوت، شايف حاجه عايزه البسها لحد، جت كده جت مع سيلبرتي. مين اول حد لبستي؟ ياسمين عبد العزيز. صح. لبست البدله فعملت لي يعني فاهمه. حسيتي بايه بقى ساعتها؟ حاجه حلوه. طب لان هي كمان انا بحبها جدا. والموضوع جه برضو زي ما قلت لك بتبقى ستايلست بتشوف حاجه مثلا في حاجتك تبقى عايزاها تلبسها في فوتوشوت كده، ولبست كذا حد يعني تاني. بس يعني هو الموضوع ابتداء بيبقى كده. انا بشوف ان الماركتنج جزء كبير جدا وجزء مهم لازم نهتم بيه جدا في التسويق للبراندز بتاعتنا يعني بالذات لو هي براند مصري لسه لوكال براند بالظبط. فبتعملي ايه تاني لحد دلوقتي يعني بيساعدك على انك تتعرفي؟ مثلا بصي دلوقتي السوشيال ميديا بقت حاجه يعني طبعاً قويه جدا، فانت عندك الفاشن بلوجرز كتير جدا وفي منهم بيبقوا يعني بيأثروا جامد ومعروفين جدا، دول مثلا اقوى حاجه في الماركتنج. يعني لو واحده مثلا بتلبس سوت وبجد الناس متابعاها وفعلا عجبتهم، يعني مش فكره ان انا البس الحاجه وما تعجبش الناس، لا ممكن تعجب الحاجه وفعلا قالت انها حاجه حلوه وكواليتي كويسه. طبعا دي بتعمل لي امباكت كويس جدا، الاقي بقى ناس عامله لي فولو بتشتري حاجتي. طبعا دي حاجه كويسه. طبعا خدي ده بقى معاكي في بروسس الديزاين بتاعتك، بتبتدي ازاي الديزاين كولكشن؟
بشوف الاول ايه الترند. انا بحب عموما ابقى اب تو ديت يعني عشان انا التارجت بتاعي. بصي انا حقيقي بيلبس مني سوتس كل ايجز بس تايمليس. يعني دي حاجه برضو كويسه لانها عشان سوت. ففي ناس كتير بتجيلي يعني عندك من فروم 20 لغايه 50 سنه عادي جدا بيبقى عايز سوت للشغل بتاعته. يعني معظمهم مثلا بيبقوا عايزين سوت بيلبسوا بدل اصلا كل يوم في شغلهم فبيبقوا محتاجين سوتس. ففي ناس بعمل لها كاستمايز وفي ناس بقى الشباب مثلا بيبقوا لابسين عايزين يلبسوها كاجوال بنات يعني يلبسوها كاجوال ينزلوا بيها بالليل يروح بيها ايفنت يخرجوا بيها تروح كاتب كتاب مثلا جرادويشن. فهي احلى حاجه في السوتس صح زي ما قلت لك تايمس بالظبط تلبس في اي حته مش هتنتهي بالظبط كده بالظبط. فكره انك تعملي برضو البراند بتاعتك بدل ما خوفكيش في الاول كنت متوقعه اصلا الاقبال ده من الناس على الستايل ده؟ لا انا في الاول حقيقي خفت. يعني انا في على فكره كذا كومنت جالي اللي هو مين هيلبس يا سراء سوتس كده دلوقتي مين ما بيلبسش سوتس بالظبط. انا جالي اول اول كومنت اول ما عملت يعني اول ما ابتديت خالص حد يعني متعرفي. من الشغل من التيم اللي انا بشتغل معاه ليه مين هيلبس الكلام ده هو مين اللي هيلبس اوفر سايز اصلا طب ما انت تعملي اعملي بدل بس اعملي بدل تكون ايه فات قوي. قلت لهم لا مش لازم تبقى فات قوي ما في اصلا عندك الناس الفيلد اللي هم المحجبات او غير المحجبات يقدروا يلبسوا السوتس دي فدي احلى حاجه فيها تقدري تلبسيها بمليون شكل. واحده محجبه تعرف تلبسها وواحده غير محجبه تعرف تلبسها.